بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن عنزي معكم من موقع xq55.net. قدم شرح لبرنامج روم تول بوكس. يقدم هذا البرنامج العديد من المميزات التي تتعلق بتعديل نظام اندرويد. وهذا البرنامج يحتاج الى سوبر يوزر مفعل وبايزي بوكس وروم مانجر اذا احببت ان تحدث من خلال روم مانجر. يحتوي نسختان، النسخة الاولى من اليسار وهي نسخة بريميوم، والنسخة الثانية من اليمين وهي نسخة فري المتواجدة في الماركت بشكل عادي. بداية لا أنصح باستخدام هذا البرنامج نهائيا إذا كنت لا تعرف أي شيء عن الكيرنل والروت والبويزي بوكس والروم مانجر، فيجب أن تعرف معلومات كاملة عن هذه الأمور ثم ممكن أن تستخدم هذا البرنامج. هذا البرنامج عند الدخول إليه أول مرة سيعطيك أنه يجب تفعيل صلاحية سوبر يوزر، اضغط كلمة Allow. يوجد العديد من الأمور في هذا البرنامج مثل روم مانجر، التحكم في الرومات وتنزيل الرومات وعمل باكب، وأب مانجر ممكن أن تتحكم في البرامج بعمل باك اب للبرنامج وفريز وانستول وغيرها. روت اكسبلور او روت براوزر، ممكن ان تستخدم هذا البرنامج بديل عن برنامج روت اكسبلور السابق، فممكن التحكم في الملفات، تحذفها وتعدل عليها من خلال روت براوزر. سكريبت، ممكن ان تاخذ معلومات عن البروسيسور وعن باقي الامور بوضع سكريبت لها. اد بلوكر، وهو برنامج لحذف اعلانات البرامج المتواجدة عادة، يأتي شريط في الأسفل لإعلانات البرامج، ممكن أن تحذفها من خلال هذا البرنامج ولو أنني لا أنصح به. وآخر خيار وهو Configure App to SD، وهو تحويل تلقائي أو تحويل أوتوماتيكي لوضع البرامج على الذاكرة الخارجية، يصلح للأجهزة الضعيفة وأنا أيضا عادة لا أنصح به. عند الذهاب لثاني قائمة من الأعلى ستجد CPU، ممكن أن تتحكم بمعالج هذا الجهاز بوضع مثلا تقليل سرعة المعالج، وتضغط خيار Apply on Boot أي عند Restart فعل لي نفس الخيار. ممكن أن تنزل سرعة المعالج، لا أنصح بتنزيل سرعة المعالج أقل من 800 المعالج الأساسي. بالنسبة للTwix، ممكن أن تتحكم بResolution الشاشة أي أبعاد الشاشة. أغلب هذه الأمور أنا لا أنصح بها إلا لشخص يريد هذه الأمور، فممكن أن تتلف جهازك، ممكن أن تحذف برنامج أو إيميلك الخاص بك، ممكن أن تحذف العديد من الأمور من خلال هذه الوضعيات. Auto Memory Manager، التحكم بالميموري والتحكم في التاسك مانجر. SD Boot، للتحكم بالذاكرة الخارجية وتسريع سرعة استقبالها. Twix، للعمل تعديلات على البرامج الداخلية مثل تسريع الكيرنل وتسريع سرعة الجهاز والحفاظ على البطارية وباقي الأمور، وحتى مدى الواي فاي تغيير. بالنسبة للقائمة الثالثة يوجد فيها Fonts Installer، لتنزيل خطوط تقريبا 150 خط ولكن أغلبها أو جميعها إنجليزية. ثاني خيار وهو Boot Animation، لتغيير شكل الأنيميشن أو الشاشة المتحركة عند تشغيل الجهاز وعمل Restart، وهي عادة تأتي بحرف S لسامسونج. Battery Icon Changer، وهو لتغيير شكل الأيقونة الخاصة بالبطارية في الأعلى، ويوجد العديد من الأشكال. Boot Logo Changer، وهو تغيير اللوجو الخاص بأندرويد. Theme Changer، لا يصلح إلا لنسخ تي موبايل، وهو آخر نسخة. إذا كان جهازك نسخة تي موبايل لا تحتاج أصلا دخول من هنا، يوجد برنامج لتغيير Theme. سأبين التالي، وهو تغيير شكل البطارية، وهو الموضوع الأساسي الذي جعلني أشرح هذا البرنامج، وهو تغيير شكل البطارية. ادخل على خيار Battery Icon Changer، ثم اضغط OK. تحتاج لأن يكون الروم المتواجد لديك روم رسمي. لم أجرب على أي روم غير رسمي، ولم أجرب على أي روم ديودكست، إنما رومات أودكست فقط. اختر الخيار الذي تريد، مثلا أريد مثلا هذا الخيار. سيعطيك من اليمين ما هو الترقيم الخاص به، سأختار مثلا هذا الخيار، ثم سأختار الأمر Install. سيأخذ وقت وقد يعطي Force Close، لا بأس. هذه صلاحية السوبر يوزر.
يجب أن تعمل ريستارت، وليس ريكومندد، مكتوب هنا بأنه يفضل، يجب أن تعمل ريستارت. اضغط ريستارت. ستجد الآن بعد عمل ريستارت بأن شكل الأيقونة في الأعلى، هذه هي البوت أنيميشن. ممكن أن تعدل هذا الشكل، يوجد العديد من الأشكال. لاحظ تعديل شكل البطارية في الأعلى. هذه ميديا سكانينج، شكل البطارية قد تغير إلى البطارية الرقمية. في كل الحالات أنصح بأخذ باك اب، فقد تم حذف الجيميل الخاص بي مرتان عند استخدام هذه الطريقة. يجب أن تعمل باك اب أو أن تحفظ جميع أعمالك قبل القيام بهذه الخطوة. عادة هذه الخطوة لا تؤثر على الجهاز، ولكن احتياطا قد نبهت بذلك. للمزيد تابع موقع xq55.net.